جماهير النجف العاشقة والمحبة، هناك علاقة رائعة وجميلة جدا ما بين الجماهير فريق النجف. فريقين يضمون مجموعة من اللاعبين الشباب الأولى، لكن لا زال هناك مشوار. محمد أحمد جبار داخل منطقة الجزاء، ارتباك في صفوف دفاعات بيطه، كوستين للوسط، أكيد الكهرباء ما راح يسكتون على هذا الهدف. دقائق 47 خلاص، دام علي هاشم، يونس محمود، يونس عبد علي، لاعبي طبعا، لكن علي قاسم نتمناها ان تتواجد وان تحدث التغيير. كرة عالية على القائم القريب، موندي تنقل يشكم الاصابة، علام حسين يسيطر، مشرك فيها عباس عطية، محمد ابراهيم، ابو كوني كمهاجم، احمد محمد كلاعب شخص عامل، مخزون اللياقة البدنية، كل مدرب عرف كيف يلعب على نقاط القوة والضعف للفريق الاخر. اللعب انحصر في وسط الملعب، كرات الطويلة، ايضا كثرة الاخطاء والمناولات الخاطئة وسط الملعب. كوستي مقطوعة من السجاد، رعد لاعب واثق في وسط، هو كمعدل بطاقاته 4 بطاقات، وعنده كل 5 مباريات او كل 4 مباريات حالة طرد واحدة. ملعوبة الكرة، خلدون عزيز الى امنسا الغاني، ثالث موسم له مع الفريق، هو لاعب نص مهم، يحاول يمر كرار، وكرة لأمنسا، حكم قريب، الفريق الكاميروني قريب يقطع كرة يلعبها إلى أمنسا، يعيدها إلى مونجي. في الشوط الثاني من مباراة الفريق قبل الماضية أمام نفط الجنوب، المباراة اللي فاز بها الفريق ب4 أهداف نظيفة، تعرض إلى إصابة غاب كرار يلعب مع مهند، مهند يحاول يمر وقطع كرة في هذه الكرة لمنسا، اللاعب الوحيد اللي عنده حتى الآن في هذه المباراة. غام يمر أمنسا، كرة قصيرة لمحمد حميد، يلعب كرة عالية محمد حميد، 5 موسم له مع فريق الشرطة، عودة مرة أخرى أمنسا يقطع الكرة يعيدها إلى مونجي، لا على التعيين، يقطعها أمنسا، يحاول يقطعها من أمام مهدي، يسيطر على كورته، يحصل على خطأ، ومن عادة ومع كل المدربين مع نيبوتشا طبعا